باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. نشكر الله الذي يعطينا كل يوم كنزا جديدا من كلمته الحية المحيية المفرحة والمعزية والمشجعة لنفوسنا ونحن في زمان غربتنا. بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس نتأمل معا في بعض قراءات الكنيسة من الكتاب المقدس ليوم الأحد الثاني من شهر هطور المبارك. شهر هطور اللي هو شهر الزرع، وحتى الترجمة بتاعته القديمة هطور أبو الذهب المنثور أو المنثور، اللي هو الذهب المنثور اللي هو الجمح، يعني زراعة الجمح. الموضوع عن الزارع وكلمة الله وأنواع التربة بيكرر لتاني مرة هذا الأحد، شفناه الأحد الماضي. ولما موضوع تكرره الكنيسة معناها أنه موضوع في منتهى الأهمية، زي ما كررت علينا الكنيسة مرتين موضوع المجيء التاني عشان ننتبه وننتبه بشدة لكلمة الله وتعليم الكنيسة. حتى نحن ولدنا في المعمودية، ولدنا بكلمة الله اللي بيقول عنها الكتاب غسل الماء بالكلمة، لكن خلال حياتنا في العالم بنتلوث بشهوات العالم وبخطاياه. لكن من يجلس أمام كلمة الله في الكتاب المقدس يتنقى بها، وبالتوبة الجادة أيضا مع كلمة الله والدموع تغسل الإنسان، زي ما قيل في الكتاب المقدس عن الفلاح، ويعني أيضا نحن ونحن نزرع هنا على الأرض لحياتنا، يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. يعني اللي بيتعب ويجاهد بنعمة المسيح زي ما شفنا في كلمة الله في دراستها، وعلاقة قوية ليست علاقة سطحية بالله، وحياة التوبة المستمرة، هو ده زرع الدموع عشان يحصد فيما بعد بالابتهاج. تعالوا معا نبدأ في أول قراءة من القراءات التسعة في القداس الإله اليوم الأحد، ونبدأ آخر قراءة اللي هي إنجيل القداس من إنجيل معلمنا متى البشير الصح 13 والأعداد من 1-9. في ذلك اليوم لما خرج يسوع من البيت وكان يجلس على جانب البحر، اجتمع إليه جموع كثيرة حتى إنه صعد إلى السفينة وجلس، والجمع كله وقف على شاطئ البحر، فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرعه، فيما هو يزرعه سقط بعض على جانب الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن يكن لها عمق أرض فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جاف. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخمقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. والمجد لله دائما أبديا آمين. في هذا الإنجيل أحبائي كلمة الله، وأيضا الله الكلمة كما شرحنا في الأسبوع الماضي. يسوع خرج من البيت، خرج يسوع من البيت يعني من بيت الآب، خرج إلينا لكي يتمم الخلاص، لكي يعيش معنا، زي ما قلنا الله معنا، عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، مش معنى مقصود بها فقط معية الله دائما، لكن الله نزل إلينا ليعيش معيشتنا ويأخذ جسد تواضعنا.
عشان يعلن سر التجسد الإلهي اللي قال عنه بولس عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لما عجزت البشرية كلها عن الارتفاع إلى السماء لتلتقي بخالقها، نزل هو إليها، هذا معنى خرج من عند الآب إلينا. خرج أيضا من الفكر الضيق لجماعة اليهود أن المسيح أو الله حكر عليهم فقط، لكن الله عايز يقول كده أنه للجميع، الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فخرج من البيت، يعني خرج من زي ما قلنا هذا الفكر الضيق عند اليهود، خرج وكان يجلس على جانب البحر، يعني خرج إلى العالم أجمع لأنه يريد الكل يخلصون. وقد إيه بساطة المسيح له كل المجد، المسيح الراعي الخادم العظيم في اتضاعه، يعلم فوق الجبل أو على الشاطئ أو يقف في سفينة ويعتبرها منبرا لتعليمه. فأهم شيء عنده أنه يكسب محبة الجموع، يوصل إليهم تعليمه الروحية لينير قلوبهم. تعالوا نشوف هنا لما اجتمع عليه جموع كثيرة، قلنا حتى أنه صعد إلى السفينة وجلس، وقلنا هنا جلس، ودي طريقة المعلمين الكبار، المعلم يجلس والشعب وقوف للسماع. قلوب الناس اللي بتستقبل المعلم جيد والكلمة جيدة، فعملية النمو هنا والإسمار تتوقف على نوع القلب الذي يسمع. لكن تعالوا مع بعض نشوف أنواع التربة، يعني أنواع القلوب كما وصفها رب المجد يسوع، هو ذا الزرع خرج ليزرع. خلي بالكم البذرة لما وقعت منه وقعت على كل الأراضي، الله يريد الجميع يخلصون، بس مين هيقبل ويخلص؟ تعالوا نشوف مع بعض كده أنواع القلوب وأنواع التربة. أول نوع لا يستفيد ببركات الإنجيل، هو زي ما قال هنا سقط بعض على جانب الطريق، يبقى ده أول نوع أو أول قلب بيستقبل كلمة الله الجيدة من المعلم الجيد، حتى لو كان إنسان بينقلها لكن هي من الله رأسا. زي ما نيجي نسمع الإنجيل شماس بيصرخ قفوا بخوف الله، أيضا يقول شماس مبارك الآتي باسم الرب، يعني مش فلان ده اللي هيقرأ إنسان، لا الله بنفسه، دي كلمة الله. فقلنا أول نوع هو قلبه كالطريق الزراعي اللي موجود على جانب الحقول، معروف الطريق بيبقى عالي وطريق بيبقى صلب غير معد للزراعة، يداس دائما بأقدام المارة. ده بيشيل النفس البشرية المتكبرة الغير معدة بالحرث لقبول كلمة الله، يعني عدم فحص النفس بالتوبة أو العمل بكلمة الله. صلابة القلب هنا ورفض كلام الله بيبين أن هذا القلب مداس من الكل، يعني دخلت إليه وداسته شهوات العالم اللي مفيش أسوار تحمي الطريق، غير محصن بالكنيسة ووسائل النعمة. فلما تلقى إليه كلمة الله ربما يفرح بها سريعا، لكن لم يتقبلها القلب، بقدرش يقول خبأت كلامك في قلب، لكن سريعا تنقض عليها طيور السماء تأكل البذور، ودي اللي هي الشياطين زي ما قلنا وأصحاب السوء، أصحاب السوء. فهذا النوع لا يستفيد من عمل النعمة وكلمة الله. النوع الثاني الذي لا يستفيد ببركات الإنجيل عامل زي الأرض المحجرة، سقط آخر على الأماكن المحجرة،
ايه الاماكن المحجره دي؟ اماكن محجره يعني الطبيعه بتاعت الارض محجره، يعني في حجاره لكن ممكن تكون مش ظاهره، تبقى في من السطح طبقه رقيقه، طبقه تربه رقيقه جدا سطحيه، منظرها كده كانها ارض زراعيه جيده للاسف، ده المنظر الظاهري، لكن حقيقتها تظهر فيما بعد انها بترفض الزراعه فيها، ودي بتشير ايضا لقساوه القلب كالحجر. امال ليه بنصلي نقول يا رب غير قلوبنا الحجريه الى قلوب لحميه تحس وتشعر؟ فالنوع الثاني تسقط كلمه الله، يعني البزاره هي اللي بيتكلم عنها المسيح، لكن التربه هنا محجره عليها طبقه رقيقه جدا من التربه، فظاهريا يعني هنا في رياء، في رياء، مظهر تربه جيده لكن حقيقتها حجريه، دي قلوب متعلقه بشده بالعالم. ممكن تكون بتقبل الكلمه لكن لفتره بسيطه جدا، ولما تاتي عليها التجارب يعني ممكن ينبت النبات قليلا في التربه السطحيه، لكن الجذور تنزل تلاقي احجار، تنزل عليها الشمس زي ما شرح الانجيل تجف سريعا، يعني تحت التجربه كان كلمه الله ما عملتش حاجه لان القلب قاسي، وتموت النبته، قلوب قاسيه انانيه لا تحب الله من الداخل، وده اللي قيل عنه في سفر دانيال اصحاح 5، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. النوع الثالث اللي قال عنه السيد له كل المجد في هذا المثل، خلي بالكم، نوع سقط على الشوك. ايه ده؟ ده ارض جيده، ارض جيده، لكن ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان فيها اشواك لم تظهر بعد، لكن لما سقطت كلمة الله هنا، خلي بالكوا اللي بتنير الخفايا في بذور أشواك موجودة تنبت مع إنبات البذور الحقيقية اللي هي كلمة الله، الاتنين يطلعوا مع بعض، استقبل كلمة الله ويدوبها تنمو كلمة الله، بس لأن في أشواك موجودة ما تخلصش منها الإنسان أو الفلاح صاحب الأرض، فمش هيستفيد بكلمة الله. ليه مش هيستفيد؟ مملوء القلب أشواك زي الأرض اللي مملوء أشواكا، ده إيه بقى؟ اهتمامات القلب زي ما قلنا سابقا بالعالم، بشهواته، بخطايا محببة، بخطايا محببة أو عادات سيئة، مش قادر يجاهد بنعمة المسيح ويتخلص منها. فكلمة الله لما بتبدأ تنمو، أيوة الأرض جيدة لكن أصبحت غير جيدة بسبب الأشواك اللي طالعة معها، تنمو الأشواك والحشائش الغريبة تزاحم جذور النبات الحقيقي اللي احنا عايزينه اللي هو كلمة الله، فتاخد الغذاء تسلبه، يعني تسلب فرحة الإنسان من كلمة الله، والأشواك تنمو وأسرع وأطول من النبات الحقيقي، يعني الأشواك والحشائش الضارة دي، الشهوات والحاجات اللي الإنسان سايبها في حياته دي لم يتنقى منها بالتوبة وبفعالية كلمة الله وبعلاقة سطحية وسطحية جدا بالله، الأشواك تعلو وتعمل إيه؟ الكتاب هنا وضحها لينا يقول فطلع الشوك وخنقه، خنقه يعني تزاحم مع كلمة الله، يعني سمعنا كلمة الله، سمعنا العظة، لكن هناك تشويش، تشويش في القلب وفي الفكر، فكل ذلك خنق كلمة الله، خنق الفرحة كلمة الله وفعاليتها، حجب عنها الشمس. انت عارفين النبات والمادة الخضراء فيه بتحتاج الشمس كمان، مش بس الغذاء من التربة عشان يدي مادة كلكم عارفينها اسمها مادة الكروفيل اللي هي بتدي الخضار في النبات، الشوك يخنق يمنع المادة دي، بالإضافة إن ما فيش غذاء أو قل عليه الغذاء اللي طالع من التربة، فبيقول هنا يطلع الشوك وخنقه، اتخنقت كلمة الله وفعاليتها، ما أصبحش الإنسان فرحان دلوقتي. كلمة الله سمعها لكن مش جايبة أي نتيجة لأن في حاجات خنقت كلمة الله. وهنا
إشارة إلى خطورة الاحتفاظ بشهوات الخطية في القلب، الأنانية، الحقد، عدم المحبة، الحسد، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. مهما نسمع من كلمة الله ومن عظات بنضحك على أنفسنا، لأن هناك موجود داخل القلب. للأسف كانت أرض جيدة، لكن هذه الأمور كأشواك ستخنق كلمة الله، ولا يستفيد الإنسان ولا يصبح الإنسان فرحا ولا تؤثر في كلمة الله. تعالوا نأتي لنوع يفرح فعلا، وهو النوع الرابع اللي قال عنه الكتاب: سقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا. دي البركات للأرض الجيدة، يعني الأرض الصالحة للزراعة. لا في هناك صلبة زي الطريق، ولا في هناك أحجار ولا أشواك، بل أرض نظيفة، نظيفة بالنعمة، لأن الإنسان إدى فرصة لله أنه بنعمته وعطيته الروح القدس يتنقى من هذه الأمور. دي اللي أتت بالثمار لما ألقيت كلمة الله. خلي بالكم، وحسب خصوبة الأرض هنا، الثمار اللي قال عنها الرب هنا 160 و30، أو زي ما بيقولوا المفسرين اللي هي شرائح من الناس طبعا بيصلوا، لكن الله يعطي الكل طالما الأرض جيدة. أرض جيدة منخفضة، يعني متضعة، بتقبل الماء اللي هو الروح القدس، نعمة الروح القدس. وأرض أيضا متواضعة لأنها تخضع للحرس وللنظافة. يعني ربنا أحيانا يسمح كده بأشياء تنقي قلب الإنسان من هذه الأشياء الضارة، فالأرض بتخضع كده زي ما يقول: توبني يا رب فأتوب، نقيني يا رب. أدت الأرض المتواضعة تحت يد الرب. المحرات لما بيدخل في هذه الأرض بيجلب الأرض، يعني اللي في الباطن ده يبقى فوق ويتعرض لحرارة الشمس زي ما قلنا، وتنساب بالنعمة، نعمة الروح القدس، لأن الأرض منخفضة تقبل نعمة الله. نفس المتواضعة اللي بيتكلم عنها الكتاب هنا هي اللي بتأتي بهذه الثمار. وكلما تنقى الإنسان كلما أثمر، وكلما تمجد الله فيك. إذا يأتي 30 و60 و100، يعني يبدأ بال30 زي ما يقول أحد المفسرين، ثم 60، ثم 100 لما يتنقى كلية. بيقول أحد الآباء: الله يقدم محبته ونعمته لكل الناس، لكن المهم أن نتجاوب معها. شوف البزار وقع في كل الأراضي، بس هناك أرض تجاوبت بحق. زي ما معلمنا يوحنا المعمدان سبق المسيح وجاب عشان يقبل المسيح ويقبل الله الكلمة: توبوا لأنه اقتربنا، يعني نظفوا أنفسكم، جهادكم هنا، اتركوا الأشياء الضارة عشان يجي المسيح يكمل نعمته فيكم وتثمروا. فبيقول كده أحد الآباء: اقبل الكلمة ليك وليس لتعليم الآخرين، موجهة لي أنا شخصيا، حاول تطبيقها في حياتك. ثق أن كل جهاد في تنفيذ كلمة الله غالي، وغالي جدا عند الله، يساندك لتكميله. ما فيش صعب، الكتاب بيقول وصايا ليست ثقيلة، لأنه قال احملوا نير على أي شيء. يا رب قوينا عشان ننفذ، قويني يا رب عشان أنظف قلبي ليك، قويني يا رب بنعمتك يا رب بروحك القدوس عشان أنزع الأحجار والشهوات والانهماكات العالمية، بدل ما هذه الفرص تضيع سدى، عشان ربنا يكافئنا بالصمو الجيد. نمر بسرعة على باقي القراءات. مزمور إنجيل القداس، مزمور 103: المفجر عيونا في الأودية. يا رب محبته في البشرية، حتى باقي الخليقة مش بس الإنسان، عشان الله بيرعاه مش بس مياه الأنهار والأمطار، لكن يقول كده: يفجر عيونا فين؟ في الأودية، بين الجبال تجري، تشبع أشجار الرب، أرز لبنان الذي نصبه. الليلويا. الجبال هنا العالية دي رمز للمؤمنين اللي بيحيوا في السماويات، هم على الأرض، لكن قال عنهم في القديم اللي هم نظروها نظر حيوها من بعيد، يعني فكرهم في السماء. أرز لبنان
أيضا في المزمور أشجار عالية جدا بترمز لنمو المؤمنين القديسين المرتفعين للسماء بصلواتهم. الله أقامهم عاليين عشان ينيروا ليروا أعمالكم الحسنة، هدى النور يشبع من فضل الروح القدس ويفيض على الآخرين. وده اللي قال عنه الكتاب: الصديق النخل التي يزهو كالأرز في لبنان ينمو. القراءة الثالثة مزمور العشية: الساقي الجبال من على ليه، من ثمر أعمالك تشبع الأرض. المنبت عشبا للبهائم. شوف اهتمام الله حتى بالبهائم. ده في صلوات في الكنيسة من أجل البهائم والزرع والعشب، ويمكن في الصلوات والطلبات بنقول مرة واحدة كر يليسون. يمكن الكنيسة في محبتها هنا لهذا الفهم بنقول ثلاث مرات لما بنقول صلوا من أجل البهائم، صلوا من أجل النباتات، صلوا من أجل الأهوية، فنقول ثلاث كر يليسون كر يليسون كر يلي، ثلاث مرات محبة الله في كل خليقته. لكن نرجع أيضا لتعاليمه المحيية النفوس العطشة اللي قال: طوبى للجياع والعطاش إلى البر المشتاق أن يرتوي. الله سيرويه، ده يفجر عيونا فين؟ في خلي بالكم، يفجر عيونا زي ما شفناها في الأودية. والساقي الجبال من على ليه، وده عمل الروح القدس في خدام الله، في الكهنة وكل الخدام يعطيهم ثمار الروحية اللي تفيض منهم على كل من يسمع لكلمة الله فتشبعه. هنا الخبز، هنا كلمة الله. الخبز كلمة الله، لإخراج الخبز من الأرض كلمة الله اللي بتشبع أرواحنا. وجدت كلامك حلو فأكلته. يقول أحد الآباء أيضا هنا الخبز الخارج من الأرض بيقول هو المسيح المتجسد في ملء الزمان لكي يفدينا ويشبعنا. إنجيل العشية القراءة الرابعة: تأملوا الزنابق كيف تنمو. الزنابق اللي هي الزهرة الصغيرة كده بتطلع في وسط الزرع، لا تتعب ولا تغزل، لكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحد منها. فلا تطلب أنتم ما تأكلون وما تشربون، ولا تقلقوا هذه كلها تطلبها أمم العالم، أبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى، بل اطلبوا ملكوت الله هذه كلها تزداد لكم. إيه بنسبة القراءة هنا؟ إحنا قلنا الهم والقلق والانشغال مش بس الخطية، بيخمق الكلمة، يخمق فعالية كلمة الله. فالإنجيل بيطمن خطيرنا لا تهتموا، لا تبص الحاجات الصغيرة ربنا بيهتم بيها، فبلاش الهم الزائد والقلق والخوف لا بيعطل نمو البذرة، نمو كلمة الله زي ما شفنا الأشواك أو بيقص القلب. لا تهتم مش معناها ما تشتغلوش، مش معناها لا تعملوا، لا، يعني ما تكونش أفكارنا مرتبطة بالأرضيات وبشهوات العالم، بل اطلبوا أولا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم. مزمور باكر القراءة الخامسة: الأرض أعطت غلتها، يباركنا الله إلهنا، يباركنا الله وتخشاه كل أقاصي الأرض. ده بيشير المزمور هنا لنفوس المؤمنين اللي ارتوت بكلمة الله، وقال الله لما يبقى القلب منقى بكلمة الله وبالتوبة وفي ارتياح، يسمع الإنسان كلمة الله بشغف وبفرح، وتأتي الكلمة بالثمر، فبيبقى فرحان وبيسمع، إذا فرحان وهو بيسمع كلمة الله وهو بيقرأ في كلمة الله يلهج في ناموس الرب نهارا وليلا، بيقول المزمور. فالأرض هنا بترمز للبشر، والغلة هي الإيمان بالمسيح، دي البركة الحقيقية اللي بيهبها الله للبشر. الأرض أيضا بترمز للبشر، بيقول أحد الآباء: اللي منهم العذراء مريم. فالغلة هنا هي ثمرت بطنها اللي هي المسيح له كل المجد المولود منها. يباركنا الله وتخشاه كل أقاصي الأرض. لما البشر يروا أن الله هو سبب البركة ويفطنوا أن كل شيء من الله كبركة بتحييهم، فيثق هنا الإنسان أن حياته في يد الله. يخاف، ويخاف يعني يخشى، يبقى في تقوى، في تقوى. ومخافته لله مفيدة، بتبعد الإنسان عن الخطية، يقول ما كسرش قلب الله، ما ضيحش المحبة اللي بينه وبين بعض وأجر على الخطية أو الشهوة. فالقلوب هنا تتنقى ويعاين الله. طوبى الأنقياء القلب لأنهم
يعاينون الله ويتمتعون بعشرته ويبقوا نور وملح أيضا للعالم. سادسا، إنجيل باكر معروف طبعا عن القيامة في معظم الأحيان، القيامة اللي أعطت بذرة الحياة للمؤمنين عشان يكون ليهم ثمر. ندخل على آخر حاجة وهي الرسائل. بركات الله للعاملين هنا بكلماته، لما الله أقام زراع بيزرعوا هنا، هنا هنشوف البركات وهنشوف أيضا دينونة المهملين، دينونة هنا، وإن لازم علينا كلمة نبشر بها نوصلها مش بس للخدام، حتى لو في مقاومة من المعاندين. اسمعوا البولس عبرين 6 بيقول كده: لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم. كلام له معنى، تنال بركة من الله. ولكن أدي أول أرض خدت المطر، ومش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، وأنتجت عشب صالح، يعني ثمار هنا، أرض مفلحة جيدة نالت بركة من الله. لكن بقى ده، لكن دي تقوى، إن أخرجت شوكا وحسكا. كان فين الشوك ده وانت مستخبي وبدأ يظهر؟ هذا هنا اللي بتقاوم نعمة الله، فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة. يا ساتر يا رب، التي نهايتها الحريق. يبقى هذه الأرض الأولى، المؤمن الحلو الجيد اللي شرب المطر اللي هو الروح القدس، أسمر ثمر صالح، ممكن نشوفها في غلاطية أصح 5، نالت بركة الله لأنعم بها على عبيده المؤمنين الصالحين. الأرض الثانية الصعبة اللي هي الشوك والحسك، ده أرض هنا تلعن وتحرق. كانت أرض جيدة لكن سمحت للشوك اللي هو زي ما قلنا شهوات العالم، هموم العالم، الخطايا المحببة عند الإنسان مش عايز يتركها بسبب أو لآخر. آمنوا، أيوة آمنوا، كأنك أرض جيدة في البداية، عاشوا مع المسيح فترة بعدين ارتدوا وسقطوا في خطايا مختلفة. دول مرفوضين من الله إذا استمروا، قاربين من الهلاك والحرق. إيه الحل بقى؟ إيه ده حتى الأرض دي لها حل كمان؟ ها ليه؟ التوبة والرجوع للإيمان اللي ارتدوا عنه، فيغفر الله هنا ويستعيدون عضويتهم الحقيقية في جسد المسيح ويثمر. لكن ناخد بالنا الله ليس بظالم، لا ينسى عملنا وجهادنا وسيبارك من يستحق. ما قلنا نبدأ ونجاهد، هو معنى المسيح، حتى لو الأمور صعبة احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وخفيف. الكاس اللي يكون من رسالة يهوذا أصح 1 برضو في نفس الكلام، هنا تحذير، هنا تحذير للأرض لإلا تقلب من جيدة إلى غير جيدة. يقول ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم. وإن الله عادل، المحب عادل أيضا، التي الفجور اللي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هنا دينونة من لا ثمر لهم. في يوم الدينونة الله سيدين الأشرار، وخاصة المستبيحين بجرأة في الشر، مش بس على أعمالهم الشريرة لكن أيضا عن كل كلمة شريرة نطقوا بها وأعثروا. الويل، كل الويل، الويل، كل الويل لمن أعصر أحدا. عشان كده يقول إيه الرسول يهوذا: وأما أنتم أيها الأحباء ابنوا أنفسكم. ابنوا، الله كلام حلو هنا، ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع. منتظرين هو الصبر اللي بينتظر الفلاح في جهاد، حتى الإسمار زرع بالدموع سيحصد بعد صبره بابتهاج. يقول كده: منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. ارحموا البعض مميزين، خلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى التوب المدنس من الجسد. ابنوا أنفسكم، ده جهاد الروح باتكال على نعمة المسيح، اهتمام بالأعمال الصالحة، تفليح الأرض،
قلنا تقليب الأرض ده باستمرار، إيمان أقدس، التمسك بالإيمان بيسوع المسيح، لا نتزعزع أمام المقاومين أو أمام التجارب الصعبة. يعني ما تكونش علاقتنا بالله علاقة سطحية، علاقة سطحية، يعني لا، ده علاقة قوية بالمسيح تتحول إلى إيه بجد؟ تتحول إلى حياة وسلوك، حتى يروا أعمال الملائكة، هتشوف صرنا منظرة للناس وللملائكة. فالعلاقة دي تتحول في حياتنا إلى سلوك روحي. مصلينا في الروح القدس معروفة طبعا، يعني الصلاة في الروح القدس، لأن عمل الروح القدس فينا هو اللي بيحفظ حياة الإنسان وكل فضائله، يعلمنا كيف نصلي، يعني الكتاب يرشدنا إلى ما نطلب، حتى كيف نقف للصلاة، يعطي مشاعر روحية حارة. بيستكمل حديثه عن الاهتمام بخلاص نفوسنا ونفوس الآخرين أيضا، سواء القريبين منا أو البعيدين. فبيقول كده: بعضهم محتاج لحزم، هو بيكلم الخدام، لكن الكلام أيضا للكل. يعني أنت كنت بتكلم مع أولادي أو أصدقاء لي مقربين لي أو كخادم، مرات بيحتاج الأمر إلى حزم، حزم. وبيقول كده: لكي ما تخلصوهم، تخلص من إيه؟ من الشر. فمحتاج لاستخدام تحذير، تخويف، بل أحيانا عقاب، وإذا كان دول الكنيسة هي اللي عليها الدور دوا، على الكنيسة أو الخدام. إنما أنا كإنسان مؤمن عادي يكون لي الدور ده مع أولادي مثلا أو القاربين مني، لكن الكنيسة لازم تقوم بهذا الدور. خلصوهم، خلصوهم هنا عبارة ما هياش سهلة، لأن كأنه في النار ويحرق وفي خطر، فالكنيسة تقوم بدورها، الخدام يقوم بدورهم هنا. فبيقول ارحموا البعض برحمة، حتى لو في هناك تخويف أو تحذير أو عقاب أحيانا، عشان يخلصوا من نار الشر اللي فيهم. لأن إن لم يتراجعوا أو الخدام أو الكنيسة تراخت، هيؤدي بهم إلى النار الأبدية. هنا بيحذر بجد كمان أثناء خدمتهم، خدمة الكنيسة أو خدمة الآباء بالنسبة لأولادهم، خدمة هنا للخدام وللآباء أيضا، إزاي يتعامل مع هؤلاء المستهزئين اللي هيؤدوا بنفسهم إلى الهلاك. فبيقول أنت كمان خد حذر لي كخادم، ككاهن، كأب مثلا، أو أيضا كأصدقاء أنا بكلمهم، أو إنسان في شرور أعرفهم، يقول خد بالك لألا تتدنس أنت أيضا بشرورهم. يا الشيطان ممكن يوصل لكده، يخلينا يعطلنا عنانا أو كنيسة تخلص الآخرين. هذا ممكن أكتر من كده، ممكن الشيطان يجعل الإنسان بس يكون خادم ضعيف أو تراخى، زي ما حصل مع أعظم المؤمنين، وشفنا قديسين في الكتاب المقدس عندما تراخوا لو لحين سقطوا بدنس العالم بدل ما يخلصوهم. فبيقول ابعد عن أي خطايا وذكرهم هنا، خلي بالك هنا باللي هم فيه، لكن احترس لنفسك. بيقول هنا حتى التوب اللي لبسه الزاني أثناء زناية، شوف وصلت لدرجة دي كده، يعني كلام ما هواش سهل. خلص البعض بالخوف مختطفين مبغضين حتى التوب المدنس من الجسد. لما نتعامل مع الآخرين نتذكر ان احنا ايضا مسؤولين عن خلاص نفوسهم ونفوسنا ايضا، نقدم محبتنا ونهتم بكل طريقة، لكن في نفس الوقت لا نخجل ان احنا نعلن الحق لينتبهوا. ما فيش هنا من الكنيسة ان الكنيسة تتساهل مع الامور، لو انسان ضايع الكنيسة تقف في حزم معه لتخلصه من النار وتعرفه طبعا الحق من الضلال. المهم هنا خلاص نفوس الاخرين وخلاص نفوسنا ايضا. اخر قراءة لبراكسيس اعمال الرسل اصحاح 5. اجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. هنا نختم بجد بالثمار الحلوة للقديس بطرس، اللي ما بيهتمش بتهديدات الكهنة بتاع اليهود ولا رؤسائهم، بل يقف ليبشر اليهود بالمسيح. كان ممكن يحاب أو يخاف، لا، الكنيسة عليها دور هنا
توصيل رسالة المسيح كلمة الله لكي تنمو، يبقى أدي في دور أيضا هنا على الزرع. بطرس الرسول أعلن هو وكل الرسل إن أوامر الله اللي هي كلام الله وأنفاس الله اللي قلنا عنها وما أمروا به الملاك طبعا في قصة الرسول بطرس أهم من كلام الناس، ينبغي أن يطاع الله أيا كانت النتيجة، حتى لو كان أعظم مجمع عند اليهود اللي هو السنهدرين. القديس جيروم بيقول بدون قوة الروح القدس ارتعب بطرس أمام صوت جارية، وبالروح وقف أمام رؤساء وملوك. أعطينا يا رب من هذه القوة بروحك القدوس حتى لا نحابي أحدا على حساب خلاصهم، ولا تحابي الكنيسة أحدا على حساب خلاص النفوس. نسبحك يا رب، تسبحك أعماقي، وتشكرك يا رب لأجل رعايتك الفائقة. نشكرك يا رب من أجل كلمة الحياة التي أعطيتها لنا كبذرة حياة صالحة ومثمرة للنفوس، التي نقبلها يا رب منك، فاجعلنا سامعين وعاملين يا رب بالكلمة. اجعل قلوبنا بروحك القدوس أرضا جيدة غنية ومثمرة تنتج 100 ضعف. اجعلنا نستفيد من كل البركات المستمرة لنا التي ننالها من الكنيسة في الأسرار المقدسة ووصائد النعمة ومن سماع كلمتك الحية، فلا نأخذها يا رب بشكل سطحي فتفقد عملها فينا، وبسر التوبة يا رب التي تقبلها منا تعيد لنا حماسنا الروحي لننشط يا رب من جديد ونتعمق في علاقتنا معك يا رب. يا إله اجعل علاقتنا بيك يا رب علاقة حقيقية يا رب، وليست علاقة سطحية يا رب، لنعرفك المعرفة الحقيقية مع معلمنا بولس الرسول الذي قال لأعرفه وقوة قيامتي. اسندنا يا رب فنخلص في هذه الأيام الصعبة، اسندنا أمام كل الأمور، اسند كنيستك يا رب، احفظها يا رب في سلام كامل، احفظ بيوتنا في سلام يا رب يسوع المسيح، احفظ نفوسنا يا رب في سلام، وساعدنا حتى تكون أرض جيدة تثمر لك يا رب الثمار الجيدة. اشفي يا رب كل مريض، عزي كل حزين يا رب، انقذ المتضايقين، سود يا رب بسلامك في كل الأماكن اللي فيها حروب. اسمع يا رب واستجب في اسم ابنك الحبيب يسوع، ومع صلوات كل القديسين استجب، ولك كل حمد وشكر. آمين.